إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية والمذيعة الجزائرية وفاء مفتاح رزقي عن عمر يناهز 47 عام بعد صراع شديد مع مرض السرطان الذي ألزمها الفراش. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها. وطبعا بكاء وانهيار الصحفيين والإعلاميين على فراق زميلتهم الصحفية، وكان من ضمنهم قادة بن عمار اللي نزل على صفحته الرسمية رحم الله زميلتي الصحفية الجزائرية وفاء مفتاح رزقي، وألهم زويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، ياريت كلنا ما ننساهاش يا جماعة من الدعاء. ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته. لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.